قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد بزيارة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وذلك بقصر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالرفاع صباح اليوم. وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تمتاز به المملكة من وحدة وتماسك، وقال سموهما أن قوتنا في وحدتنا ونعتز بتماسكنا المتين والوثيق قيادة وشعبا، فنحن جميعا قلبا وقالبا متعاضدين متلاحمين في هذا البلد العزيز تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى. وأكد سموهما أن مملكة البحرين مقبلة على أعتاب محطة مضيئة أخرى في مسيرتها الوطنية، متمنين سموهما في ضوء الاستحقاق النيابي المقبل التوفيق للمرشحين فيها. ووجه سموهما الجهات الحكومية والمسؤولين بها إلى تقديم كافة التسهيلات واتخاذ كل ما من شأنه التيسير على الناخبين، مؤكدين سموهما على أهمية الاستحقاق الانتخابي المقبل في مواصلة تعزيز أسس البناء الراسخ لحاضر ومستقبل المملكة وفق المسيرة التنموية الشاملة لعاهل البلاد المفدى. ونوه صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن مسيرة التطوير والتنمية في مملكة البحرين ستظل مستمرة ومنطلقة دوما بتكاتف الجميع، فهناك عزم حكومي أكيد تستند على رغبة ملكية سامية في تحقيق الأفضل دائما لهذا الشعب الكريم. كما استعرض سموهما مجمل الأوضاع والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث عبر سموهما عن اعتزازهما بتنامي علاقة مملكة البحرين مع مختلف دول العالم وبما حققته من سمعة طيبة في ظل سياساتها التي تقوم على توثيق وتقوية العلاقات مع كافة الدول بسبب سياساتها الموزونة والمرنة وما تحرص عليه في سبيل تطوير علاقاتها وتقوية تعاونها مع الدول الشقيقة والصديقة.